وللحديث اكثر ينضم الينا هاتفيا المستشاره النفطيه الدوليه الدكتور محمد الصبان. اهلا بك دكتور محمد، مساء الخير. اذا دكتور، 64 عام على تاسيس المنظمه الكبرى على مستوى الطاقه، والمملكه ايضا من ضمن الدول المؤسسه لهذه المنظمه. قبل ان ندخل الى تفاصيل ما قدمته المملكه من اسهامات، دعنا نتحدث عن هذه المنظمه بشكل اوسع. ما الذي قدمته المنظمه لدعم قطاع الطاقه عالميا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة أخي أحمد. في الواقع منظمة الأوبك منذ إنشائها هي أنشئت أساسا لتحافظ على أسعار النفط من الانخفاض الذي كانت تقوم به شركات النفط السبع أو ما يسمى بالسيفن سيسترز، كانت تقوم بصورة منفردة بتخفيض أسعار النفط وتحقق أرباح من خلال المصاف التكريرية. ولذلك العشر السنوات الأولى من الستينات إلى السبعينات كان هذا هو دور المنظمة، لكن في السبعينات نشأت أزمات جديدة أدت إلى تفعيل أكبر لدور المنظمة في الحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق، وهذا ما قامت به في السبعينات وما بعدها. بطبيعة الحال الموضوع حصص الإنتاج لم يبدأ إلا في السبعينات، ولذلك المملكة العربية السعودية وجميع أعضاء منظمة أوبك ساهموا في تحقيق هذا الاستقرار على مدى العقود الماضية، ونحن اليوم نحتفل 14 سبتمبر 2024 بمرور 64 عاما على إنشاء هذه المنظمة التي نفتخر بها. دكتور، المملكة كانت من المؤسسين، وأيضا تحدث أيضا العيس في حديثه الغيث عفوا عن دور المملكة البارز، أيضا قدمت إسهامات كبيرة دكتور المملكة لهذه المنظمة، وأيضا دعمت استقرار أسعار النفط من التقلبات. كيف يمكن نظر لهذا الدور، وكيف يمكن شرح دور المملكة في المنظمة؟ المملكة العربية السعودية منذ اليوم الأول لإنشاء منظمة أوبك وهي تسعى لتحقيق النجاح لهذه المنظمة، ولم يكن هدفها هو رفع الأسعار كما يصوره البعض، وإنما هدفها هو تحقيق الاستقرار، لأن الاستقرار في أسواق الطاقة وسوق النفط بالتحديد يؤدي إلى التنبؤ بأن المرحلة القادمة ستشهد هذا الاستقرار، وينعكس إيجابا على ميزانيات مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأوبك. ولا ننسى أن المملكة العربية السعودية كانت حريصة منذ السبعينات وهي تسعى إلى المحاورة والتحاور مع الدول المستهلكة، وكلنا يذكر الاجتماع الأول بين المنتجين والمستهلكين في باريس عام 91 ميلادية، وكيف حتى بعض وزراء الدول المستهلكة لم يحضر الاجتماع للتهميش الذي اعتقدوه وقته، لكن المملكة كانت حريصة على الحضور وحريصة على إفهام الدول المستهلكة بأننا نسعى إلى تحقيق الاستقرار وليس غير الاستقرار، وهذا ما أدى إلى استمرار هذا التعاون بين المنتجين والمستهلكين خلال الفترة الماضية. جميل. فيما يتعلق بهذه المنظمة، واجهت الكثير من دعنا نقول المشكلات أو العقبات خلال مسيرتها لأكثر من 60 عام. من وجهة نظرك وأيضا من واقع خبرتك دكتور محمد، ما أبرز هذه العقبات التي واجهت المنظمة واستطاعت أن تتجاوزها؟ العقبات التي واجهتها عديدة، لكن أذكر أبرزها حينما اشتعلت الحرب الإيرانية العراقية وانخفض الانتاج العالمي بكامل طاقة كل من العراق وإيران، وأدى هذا إلى إحداث إرباك وارتفاع الأسعار بشكل كبير في نهاية السبعينات من القرن الماضي. أقدمت المملكة ودول الأوبك على زيادة إنتاجها، وبالذات المملكة كانت تحتفظ دائما وأبدا بحصة إنتاجية لا تقل عن 2 مليون برميل يوميا، وهذا ساهم في تحقيق الهدوء والاستقرار، وإلا تفاعلت أسعار النفط
بشكل كبير في الفترة الماضية، وأدت إلى إحداث إرباك في الاقتصاد العالمي. هذه هي نقطة تحسب للمملكة، وهي بالفعل المملكة كانت قائد ولا زالت قائدا لهذه المنظمة. وحينما أنشئت في عام 2017 تحالف أوبك بلس الذي ضم منتجين آخرين من خارج المنظمة مثل روسيا مثل عمان مثل كازاخستان إلى آخره، رأينا كيف تم التفاعل مع هذه المنظمة تحقيقا للاستقرار الذي حققته. هذا وتحالف أوبك بلس يعتبر مثال تاريخي، هو أوبك مثال تاريخي للتعاون البناء وليس التعاون الهدام في مجال النفط، وحققنا الكثير والكثير بفعل قيادة المملكة العربية السعودية. جميل. دكتور، أختم معك بالحديث عن مستقبل المنظمة في ظل أيضا ما يتم تداوله عالميا بأنه يجب أن نتخلى عن النفط وما إلى ذلك من حديث دكتور. في الواقع هذه أنا أسميها هوجة المناخ، بمعنى أنهم يستغلون موضوعا نبيل مثل تغير المناخ، ويحاولون أن يضعوا كل المشكلة في النفط، بينما الفحم الذي يبعث الأكثر بكثير من النفط والغاز من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نرى أنهم يهملون النفط بل يقدمون مساعدات له. وقد ذكرت هذه النقاط خلال المفاوضات التي قمنا بها، والتي تشرفت بتمثيل المملكة رئيسا للوفد لـ30 عاما. على العموم لن يستطيعوا التخلي عن النفط إطلاقا على الأقل خلال الخمسة أو ستة عقود القادمة، وهو حلم يحاولون أن يجعلوه حقيقة ولن يتحقق. العالم لا زال يعتمد على النفط بشكل كبير وسيستمر. الطاقة المتجددة هي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه إلى آخره، لكن قطاع النقل وهو القطاع الرئيسي لاستهلاك النفط لا يزال ليس هنالك بديل. هم يحلمون بتحقيق تقدم تقني يؤدي بهم إلى التخلي عن النفط، وهذا لن يحدث. لهم في هذا الحلم أكثر من 50 عاما ولم يحققوا أشياء تذكر في خلال الفترة الماضية، ولن يحققوا بإذن الله. أشكرك المستشار النفطي الدكتور محمد الصبان.